أجمل التحايا مشاهدينا أهديها لكم عبر شاشة تلفزيون الكويت. نرحب فيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ساعة إلا. اليوم راح نتكلم عن موضوع من المواضيع المهمة والمنتشرة في وقتنا الحالي، وهو هوس الشهرة والأضواء. فنلاحظ مع انتشار مواقع التواصل صارت الشهرة أمام الكثير من الأشخاص شيء مهم عندهم وبأي وسيلة ممكنة، سواء كانت هذه الشهرة مفيدة أو حتى سلبية. فنشوف هذه الظاهرة كالمرض أو الهوس عند البعض، ويمكن تكون الأسباب من وراء هذه المشكلة النفسية أو شخصية تتعلق في الشخص نفسه، أو تكون غاية بحد ذاتها للوصول إلى هذه الشهرة، فتتحول حياة المشهور الخاصة إلى حياة عامة يراقبها الكل، واللي تخليه تحت الضغط النفسي والاجتماعي من كل تصرفاته. وعلشان كذي سلطنا الضوء في حلقتنا على هوس الشهرة، وهل هو مرض نفسي؟ كل هالأسئلة راح نجاوب عليها، لكن بعد ما نطلع هذا الفاصل. يا هلا فيكم مشاهدينا، نرحب فيكم ورحب كذلك في زملائي دكاترة الصحة النفسية. يا هلا فيك دكتورة نادية الخاطري. حبيبتي أهلا وسهلا. يا هلا فيك دكتور حمد الطيار. أهلا وسهلا. اليوم موضوعنا يمكن موضوع يهم الأغلبية، خصوصا في الوقت اللي إحنا قاعد نعيشه، وقت التواصل الاجتماعي أصبح الشهرة من ضمن الأولويات في حياة بعض الناس. فاليوم وجه سؤالي للدكتور حمد، بما أنه هو دخل عالم الشهرة من هو يعني في بداياته، فنبي نعرف ايش اللي خلاك تتجه للشهره؟ هل هي الشهره اللي جت لك، ولا انت اللي اتجهت حق الشهره؟ انا طبعا ما اعتقد اني انا يعني ذيك الشهره، بس انه يعني بالنسبه لي كان الامر يعني محض صدفه. كان عندي طموح اكون لاعب كره قدم، وكنت حاب كره القدم، فكان الامر البدايات كانت في كره القدم. وعالم كره القدم وعالم الرياضه هو العالم الاسهل للدخول الى الوطن العربي اكثر، او اسهل الدخول هو الدخول في الرياضه. معرفه الناس تكون اكبر، الناس تبدا يعني تتابع بشكل اكبر، تعرف اخبارك وتعرف علاماتك. فباب الرياضه هو بالنسبه لي هو افضل الابواب او الاسهل دخولا لقلوب الناس. الحمد لله كنت في منتخبنا الوطني في اكثر مشاركه، كانت لي فرصه وشرف عظيم اني امثل منتخبنا الوطني في عده بطولات وعده يمكن يعني مناسبات، وكان الامر هذا هو يمكن البوابه اللي يعني مكنت الناس نتعرف لو شوي عن حمد الطيار. وبعدها طبعا خذيت المسلك العلمي، اتجاه العلمي وكلام. اذا بنتجه على بس نقطه الشهره، هل انت اللي اتجهت يعني اتجهت للرياضه من باب ان هي تسمح لك للشهره، ان خصوصا في دائما العمر لما واحد يكون في بدايه مقتبل العمر يكون يحب انه يثبت وجوده من خلال الشهره، فهل هذا كان الشعور داخلك؟ يعني هو ما كان هدف، يعني ما كان هدفي ان يكون شخص مشهور كثر ما كان هدفي اني انا مارس هواية أحبها. يعني كان هدفي أني أنا مارس هواية كرة القدم وهي شيء أحبه، بس ما كان عندي هدف دخلت النادي عشان أكون لاعب مشهور أبدا، ما كان هذا الأمر موجود. لكن دخلت كرة القدم لأني أحب كرة القدم وأحب أني أمارسها. حتى النادي يلعب في نادي مو جماهيري، مو مثل القادسية العربي بالكويت، يعني هذه شوي أندية فيها جماهير أكثر من نادي كاظمة، بس قرب المنزل نادي كاظمة يم البيت، فلعبت في نادي كاظمة وكان عندي هدف أني أكون لاعب كرة قدم. الحمد لله كل الأمور صارت لي، وكنت محظوظ لعبت في أفضل الأجيال في نادي كاظمة، وصعدت يمكن لعبت فريق أول بسرعة شديدة جدا، يعني وأنا عمري 15 سنة أو 16 لعبت فريق أول، لعبت منتخب وطني فريق أول. فكان بالنسبة لي الأمر يعني أتى بسرعة شديدة ما كان متوقع، بس يعني الحمد لله. أنا راح أرجع مرة ثانية أتكلم بموضوع الشهرة في جوانب ثانية. نعم. بس مع كل سؤال راح نطرحه. نعم. دكتورة نادية، إذا بنقول تعريف الهوس أو هوس الشهرة، إذا كان له تعريف؟ هو هوس الشهرة مصطلح جديد، يعني للحين مو موجود في دليل تصنيف النفسي يعني بشكل يعني واضح، لكن هو موجود وراح يعني ينزل كيعني اضطراب. هو ان انا ابي اكون وايد يعني الاضواء علي، ما احب ان انا الاضواء توخر عني، احب دائما الفت الانتباه، احب اروح اي مكان الناس كلها تعرفني، اتضايق اذا رحت مكان ما حد سلم علي. 24 ساعه ان انا كل تفكيري محصور شنو البوست اللي احطه، كم عدد اللايكات، كم عدد المشاهدات، وقتي كله محصور على اراء الناس عني. هذا هوس الشهره، وهو مختلف جدا عن الشهره. يعني في ناس ما تفرق بين الهوس وبين الشهره. الشهره امر طبيعي من بدايه الحياه، في ناس مشهورين يعني في الأجيال السابقة كان خالد بن الوليد كان مشهور، الصحابي كان مشهور بالقوة، حاتم الطائي كان مشهور بالكرم، نزار قباني كان مشهور بالكلمات الرائعة والشعر المميز. ففي كان في شهرة، ولكن الشهرة أخذت لها طابع ثاني في وقتنا الحالي، كانت مصنفة ب يعني
جانب القوة والتميز فيك. الحين صارت مصنفة في جانب إن أنت كيف يعني تستفز الناس وكيف إن أنت تجيب عدد من المتابعين. دكتور حمد، إذا بنقول أسباب هوس الشهرة، شو اللي يخلي الواحد يتجه إنه يكون عنده مو الشهرة العادية، اللي هو هوس الشهرة، شو اللي تخلي عنده هذه الأسباب؟ فإحنا مهم جدا نركز على كلمة هوس قبل كلمة شهرة، لأن هي اللي تفرق وايد معانا في حلقة اليوم. بس إحنا بنتكلم عن موضوع هوس الشهرة، طبعا المسببات كثيرة. الكثير من العلماء رجحوا أن قد تكون في مشكلة عند الشخص هذا في مرحلة الطفولة، موضوع التقدير، موضوع الاهتمام، موضوع أنه قد يكون ما أعطى الحب الكافي في هذه الفترة، أو ما أخذ التقدير اللي يعني يمكن يأخذ الولد أو الابن في الأسرة، فلقى الأمر هذا مفقود، ما لقى الاحترام، ما لقى الاهتمام، ما لقى الجانب الحب والتقدير اللي كان يفترض يأخذه. فهذا الأمر قد ولد عنده رغبة أكبر في قبول الناس في فترة بعد، يعني بعد ما كبر صار عنده رغبة أكبر، رغبة ملحة في أن الناس تعرفه وبأي طريقة الناس تعرفه، بس عشان يصل إلى الاهتمام والتقدير اللي ممكن من خلاله يصل إلى هذا الشعور اللي فقده في مرحلة طفولة في حياته. ولكن الأمر هذا تبعاته راح تكون يعني سيئة جدا على الشخص لو ما قدر أنه هو يوظف الأمر هذا توظيف إيجابي، لأنه ممكن بعدها راح يبدأ يدخل في نوبات اكتئاب شديدة، نوبات قلق شديدة لو ما قدر أنه هو يوظف الأمر هذا بشكل إيجابي. فالمسببات كثيرة، قد يكون هذا الأمر جانب، قد يكون كذلك أن الشخص عنده رغبة في جني المال، أنه بعد ما كبر شاف أنه والله نشأ على 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 ناس مشهورين في مواقع التواصل، طريقة كسب المال بهذه الطريقة، أنه والله ممكن أنه هو يسوي أمر مقنع أو غير مقنع، أمر إيجابي أو غير إيجابي، ولقى أن أنا والله أتبع الأشخاص هذيلا وقد رغم مني بجني المال، فخلنا أسلك نفس المسلك هذا، فأبدأ في موضوع أني أنا أبحث عن كيفية وصول الشهرة من خلال الهوس هذا. فهي الأسباب كثيرة والأسباب متعددة، بس أنا أرى أميل أغلب إلى موضوع التنشئة، قد يكون هو أكثر تأثيرا للولد، ولد عند الأمر هذا يعني بعد فقدان الاهتمام والرعاية في أسرته بشكل كبير. مشاهدينا نطلع هذا الفاصل ونكمل حديثنا عن هوس الشهرة. رجعنا معكم مشاهدينا ومستمرين في حديثنا عن هوس الشهرة. دكتورة، هل صحيح أن الناس النرجسيين ممكن يكونون متجهين، هم الناس الأكثر اتجاهاً لهوس الشهرة؟ هم أكثر ناس أساساً يعني يبحثون عن الشهرة. النرجسيين واضطراب الشخصية الهستيرية أكثر شخصيتين يدورون على، لأنه هو ما عنده قيمة لذاته ويبحث عن قيمة ذاته عند الآخرين. نقدر بس بشي تبسيط نقول شنو هم صفاتهم، النرجسي أو الهستيري؟ يبحث دائماً يسوي تصرفات مو متوقعة، يعني اندفاعي في كل شيء، يعني وهو يعني يحب دائما انه يلفت النظر له ويتضايق اذا انت ما انتبهتي له ولا لفتي ولا نظرش التفت له ولا شيء. النرجسي نفس مواصفات الهستيري، ولكن يختلف عنه ان النرجسي هو يشوف نفسه اعظم شخص في العالم، انا احسن واحد. يعني احنا اعطينا مثال متنبي، انا الذي نظر الاعمى الى ادبي، الاعمى ما يشوف، بس هو كذي عنده انه يعني انا احسن واحد، انا افضل، ما حد احسن مني، ويا ويلك اذا حطيتي منافس له. اذا النرجسي عنده هوس الشهرة؟ طبعا هو اكثر شخص معرض لهوس الشهرة، لانه هو يبحث عن نفسه وين يثبت انه هو احسن واحد في العالم، من خلال الناس، اي من خلال الاخرين. وتشوفين اكثر واحد يطق العالم ليش؟ عشان أنا الوحيد على الساحة. يعني إذا كان كل تخصص تلقينا هو يبي يثبت دائما، لما يسولف في كلامه لازم يطق أحد ناس تخصصه، لازم إن أنا أحسن واحد، لا تروحوا عند أحد ثاني، أنا الأفضل. فهو يعني النرجسية والشهرة يمشون في اتجاه واحد. دكتور، هل هوس الشهرة هو مرض حقيقي ولا يعني احنا اطلقنا عليه هذا المصطلح؟ لا، هو يعني مثل ما قلت دكتورة قد يكون الان يعني ما تم تصنيفه، ولكن احنا قاعد نتكلم هي حالة نفسية اكيد، يعني تصيب الاشخاص ورغبة منه في يمكن في انه يجعل الناس كلهم يعرفونه، وهذا الهوس هذا هي المشكلة تكمن في ان الشخص يمر بالحالة النفسية هذه رغبة منه في انه يصل الى اي مكان يكون الناس عنده معرفة فيه او تعرفه، والامر هذا يكون باي طريقة مشروعة او غير مشروعة. نرجع نقول نفس الكلام احنا اللي قلناه بس بطريقة اوضح، نقول لو كان الشخص هذا رغبة منه في الوصول الى شيء هادف احنا بالعكس نشد على ايده، بس احنا خلينا نكون صادقين وواضحين مع نفسنا ونتكلم بشفافية ووضوح. المشكلة كذلك في ذائقة المشاهد وفي الناس اللي تتابع. الناس لما يشوفون شخص ذو قيمة، طبيب كان أو شخص مؤثر أو شخص يعني يقدم رسالة إيجابية، الناس ما تتابع،
أنا أكون صادق جدا، الناس بدأت تروح حق شخص أو الشغلات فيها توافه، الشغلات اللي ما لها قيمة. نقدر نقول دكتور إن هم لما يروحون حق الناس اللي مثل ما قلنا إنه هو ما عنده قيمة، بس هو قاعد يوصل لهم يلعب على الشعور، يعني هو قاعد يضحك، فقاعد يسوي أشياء مواقف قاعد ضحك، سواء قاعد يضحك على نفسه ولا قاعد يضحك على الناس، فالناس قاعد تضحك، فقاعد يصير عندهم يعني يلعب على نقطة الشعور، فأساس كذي الناس قاعد تتجه. لو كل واحد عنده شيء يقدمه حق الناس ويكون عنده هذا الذكاء في اختيار وتر أي وتر الشعور عند الناس، لأن اليوم أنا إذا ما لقيت عندك شيء يشدني، فأنا في وايد أشياء أبي أتابعها، الحياة صارت يعني في حاليا في وايد خيارات، فاليوم أنا إذا كان عندي فعلا موهبة ولا عندي شيء أقدمه للناس يستفيدون منه، لابد يكون عندي هذا الذكاء مع أساس أن أنا أشوف ليش قاعد يتجهون حق الأشخاص التافهين، لأنهم قاعد يلعبون على وتر الشعور. نعم أتفق معك تماما. أتكلم لو كان الشخص مثلا والله يضفي لي ابتسامة ضحكة يطلعني من الجو مثلا الضغط اللي أنا فيه والتوتر أنا فيه في حياتي وتابع لهذا السبب، نعم ممكن، ولكن مو آخذ يعني منه بعدين يبدأ الشخص هذا بدأ بتوافه وبدأ بشغلات مثلا سخيفة، أو مثلا والله شخص ممكن مثلا يرقص في الشارع أو يسوي أمر يعني أسوأ، وبعد ذلك الشخص هذا يقول لي أنا شنو أكل، الشخص هذا يقول لي شنو ألبس، الشخص هذا يكون عنده المعيار أنا وين أسافر، يكون عنده المعيار أنا شنو مثلا طعم المطعم هذا لذيذ أو مو لذيذ، أو مثلا اللبس هذا ألبسه ولا ما ألبسه. بدأ الموضوع هذا بشيء تافه، وبعدها بدأ إحنا نتابع ويرسخ في بالنا أن هذا الشخص هو المعيار، هو يحدد لي الستايل والملابس والأكل والشرب، فهي يكون الأمر أسوأ، لأنه إحنا تبعنا شخص يعني في البداية اتباعنا له كان بهدف، ولكن الأمر هذا صار تعود، بدنا نتابع يعني لأنها عادة صارت خلاص، أبدأ أنا أتابع الشخص هذا لأن أنا تعودت أتابع الشخص هذا، وبعد ذلك ينحدر مستوى الذوق، ينحدر مستوى الأخلاق، ينحدر مستوى حتى الفكر بسبب البدايات. عشان كذي أنا أنصح الجميع، ويعني أنا أقول إن الشخص اللي أذيك أو اللي تعبك أو اللي تعب صحتك النفسية، ترى الموضوع أبسط ما تخيل، هي زر تضغطه وخلاص انفولو، بس انفولو وارتاح، ارتقي بصحتك النفسية، ترى صحتك النفسية هي أسمى شيء تقدم حق نفسك، يعني ترى ماكو أهم من صحتك أنت النفسية، حالتك المزاجية، يعني ترى في ناس يعني يتأثرون طبعًا. إن يعني في أرباب أسر تعبوا يقولون مو قادرين نوفي حاجات عيالنا وبناتنا، إن شافوا الشخص الفلاني عنده الساعة الفلانية أبي الساعة أو الجنطة أو السيارة أو البوك، فيقول إحنا عشان نواكب الأمر هذا بدينا نتعب، بدأت الميزانيات ترهق، ميزانية الأسرة نفسها، لأن الشخص هذا يبي يسافر نفس المكان هذا، وإحنا لازم يعرفون الناس إنه ترى هذا يعني كثير مثل ما تفضلت قلتي كلمة مهمة قلتي هي قناع، الأمر هذا ترى مو حقيقي، يعني في أشخاص إن يعني الأمر هذا قد يكون بغرض دعاية أو بغرض إعلاني، ولكن الأمر هذا ترى الحياة هذه ما هي حياة حقيقية. مو عايش بالطريقه هذه. دكتور على طاري انها مو حياه حقيقيه، صاروا يصورون ان احد يعني ان صناع المحتوى انه مو قاعد من النوم على طول وشكله مرتب وقام يشرب القهوه وشي، لانه قاعد يورونهم انه هو شلون يقوم يرتب الفراش ويقوم يحط الكاميرا وبعدين يوقت الكاميرا على اساس انه هو تو قاعد من النوم، ويورونهم ان هذا الشيء مو حقيقي. يعني هم ابتدوا يورونهم ان يا جماعه ان ترى اللي قاعد يصير هو انتم تشوفونه بس هو مو حقيقي. بالضبط. فالمشكله انا ما يمكن ألقيها على الشخص اللي مثلا في وسائل التواصل أو الشخص اللي عندها الشهرة، ألقيها على إحنا كمتابعين، إحنا ما نختار، وبالنهاية أنت عندك قرار، عندك قرار في متابعة الشخص اللي تريد أن يتابعك أو تريد أن تتابعه، فالأمر يكون راجع لك أنت وليس راجع للشخص اللي هو يعني ممكن يقوم بهذه الأمور. صحيح. مشاهدينا نطلع هذا الفاصل ونرجع نكمل حديثنا عن هوس الشهرة. رجعنا معكم مشاهدينا ونكمل حديثنا عن هوس الشهرة. دكتورة أصبح الهوس قاعد يأذي حتى صاحبة، يعني صاحبة في البداية قاعد يبتديها مثل ما يقولون كانت شيء حلو شيء جميل، بعد فترة قاعد يتعرض للضغط لدرجة أنه هو صار حياته ما عادت ملكه، يعني اليوم ما عاد حتى يقدر يتحكم بحياته، لا يقدر يسافر لا يقدر يتحرك، لأنه هو
تحت الضوء. يعني قبل الشهرة هو كان شخص ممكن أنه يتصرف أي تصرف في حياته عادي، يعني يروح يطلع يركب أي سيارة يتحرك. اليوم بعد ما نحط تحت الضوء صار مقيد، فصار أصبح كل شيء في ضغط عليه، يعني لازم يركب أحسن السيارات، يروح في الدرجة الأولى، يروح المطعم الفلاني، يصرف المصاري، يلبس اللبس الفلاني، فقاعد يصبح في ضغط نفسي. فممكن نتكلم أكثر عن الموضوع. هو شوفه يعني في فرق بين الشهرة وبين هوس الشهرة. فالشهرة طبيعي إن أنا يعني أبين لك جوانب إيجابياتي وجمالها، وأنت يعني تتعايش معي، تشوفني يعني تقبلني مثل ما أنا. ففي فرق بالثقة بالنفس، مو يعني أنا مشهور إن أنا لازم أسافر درجة أولى، أو أنا مشهور لازم أركب أكشخ السيارات، ولا بالعكس أنا مشهور لازم أنا أعكس البيئة اللي أنا فيها. يعني إحنا يعني وايد مشاهير الحين يعني قاعد يستخدمون إن عادي أنا أطلع بالسيارة العادية، مو شرط تكون سيارتي البراند الفلاني أو إن أكون ألبس الشيء الفلاني. يعني في جانب من المشاهير متبعين أسلوب آخر، ولكن في نقطة إحنا لازم نفرق بينها، بين إن هوس الشهرة. إحنا ليش قلنا هوس؟ لأن الهوس هذا يزداد ويتضاعف، كل ما شافوني مليون أبيهم يصيرون 3 ملايين، بعدين أبيهم يصيرون 10، بعدين هذا كل ما زاد كل ما قلت الصحة النفسية. زين، وقلت قل مفهومي عن نفسي. أنا أبدي ما أعرف نفسي، أعرف الشخص اللي موجود بالسوشيال ميديا، فأنا ما أعرف أنا شنو حاجاتي ولا المشاهد. أنا النقطة هذه ما تشمل المشهور نفسه، تشمل المتابع. يصير حق المتابع شيء اسمه التقمص الإسقاطي، هذا شيء مختلف عن التقليد. إحنا في ناس يفسرون أن التقليد مختلف عن التقليد. التقليد إن أنا أدري إن مثلاً فلان يسوي أشياء زينة أنا بقلده، أنا واعي في هذا الشيء. لكن التقمص الإسقاطي أنا مو واعي، أنا ألبس نفس لبسة، أكل نفس أكلة، أبي نفس جسمه، يعني أسوي نفسه بالضبط بدون وعي، أستنسخ أسوي نسخة من الشخص هذا عني، صوتي تغير على نبرة صوته. فيصير شنو، وهذه صارت عندنا ظاهرة يعني مرينا فيها، أن كثير من يعني الفتيات الصغار تقمصوا شخصية معينة وقاموا نفس الصوت نفس الشكل نفس تسريحة الشعر. هذا تقمص إسقاطي، هذا مو تقليد، هذه هي ما هي واعية، هي ما تدري أنها قاعدة تسوي كذي، حتى تشوفينها تسكر عيونها نفس التسكيرة، يعني هي داشة الشخصية. فهذا انتهى مفهوم الذات عند المتابع. أيضا مفهوم الذات ينتهي عند المشهور نفسه، صاحب الشخصية اللي تم تقمص إسقاطي عندها. شلون؟ ما يعرف نفسه، يعرف يحدد قدره من اللايكات، يحدد قيمته من عدد المتابعين. اليوم أنا ما شافوني مثلا، أنا التارجت مالي 3 ملايين مشاهدة، ما شافوني 3 ملايين ما أنام بالليل، تتعب نفسي، أحتاج منوم. استمر هذا الشيء، يحتاج دكتور نفسي، تعال دكتور انقذني، أنا وين الناس ما قاموا يهتموا لي. فنسى أنه هو إنسان طبيعي، البشرية طبيعية. إحنا اليوم مثلا عندنا توجه في هذا الشيء، باشر تغير هذا التوجه يعني. صحيح. فما عنده يعني عنده رفض أن أنا الأضواء يعني خفتت، الناس ما قاموا يشوفوني. وهذا متى يصير؟ يصير حق الناس اللي يعني مثلا تقاعدوا أو هدوا المجال، مثلا عارضات الأزياء هدوا مجال الأزياء، أو مثلا مذيعين تقاعدوا، أو ناس مشهورين ولكن الأضواء يعني خفتت من عندهم وخلاص، أنا صاروا ناس طبيعيين، فما يقدر يتقبل. فيبدي شنو يسوي، ردة فعل عكسية، إنه يضحك الناس عليه بالسوشيال ميديا، أو إنه يصور أشياء ما لها داعي عشان يظل موجود، عشان إنه يكون موجود. دكتور حمد، في بعض المشاهير في الوقت الحالي إحنا نشوفهم إنه بعد فترة نلاقيهم يقولون أنا آسف اعتذر على غيابي، غبت عنكم أسبوع، أو في بعضهم يقول أنا بس مو قادر أتحمل، أنا برتاح بسكر السوشيال ميديا لمدة فترة معينة وبعدين أرجع لكم. شنو قاعد يمرون فيه؟ يعني على اختلاف اشخاص طبعا، في اشخاص فعلا يعني مضغوط يعني، وصار الامر الحين عندهم انه هو كانه هو مهنه، وفي ناس هذا امر مهنه بالنسبه، نعم في ناس بالنسبه هذا امر مهنه ومصدر دخل، خلاص هم مسلكوا الامر هذا وتكيفوا حياتهم بالطريقه هذه، بس حياتهم راح تكون تحت المجهر دائما وتحت الضغوط، ودائما يكون حريص كل حرص يظهر بشكل يعني مختلف عن واقع الحقيقي. يعني في اشخاص قد يكون واقع الحقيقي بالطريقه هذه، عايش بهذا المستوى، ويكون واضح وشفاف مع الناس ان هذا مستواي وهذا القدره اللي يعيش فيها، راح يكون الشخص هذا على الاقل نقول الضغط النفسي عليه اقل من الشخص الاخر اللي هو دائما يحاول انه يظهر بشخصيه مختلفه عن ما كان عليه. طبعا اكيد في اشخاص كثر، ويمكن يعني عندي انا كثير من الاصدقاء اقول ارتاح، يعني ريح نفسك شويه، يعني اذا انت فعلا الامر هذا سبب ضغط، انت دائما حريص. يعني في انا عندي من اصدقائي يقول انا ما انام لاني انا قاعد افكر شنو باكر بقول،
واليوم ما خلص. يمكن هذا اللي قاعد يخليهم يغيبون عن فترة بكثر ما قاعد يحسون بهذا الضغط. نعم. إن قاعد يحسون نفسيتهم قاعد تتعب. بالضبط. ويعني يقول أنا قاعد أفكر إن أنا بسوي موضوع عشان يكون في رياكشن وبعدها شلون أحول الرياكشن هذا لاتجاه ثاني. وفي ناس عندها يعني الهوس هذا يوديهم إلى اتجاهات سلبية جدا، يعني يبدأ يفكر إن خلاص تصير حياته مصبة، إن أنا شلون ممكن أثير موضوع يعني يستفز الناس. وفي بعضهم ياخذ الموضوع هذا استغلال سلبي. لذلك انا اوجه كذلك، يعني انذار الكثيرين. يعني امس كنت قاعد اسولف مع احد الاشخاص يقول لي في شخص يقول لي حريص فتره قبل الصيف انه يقول موضوع يستفز الناس. ايه. ويطلع له 200 رد 300 رد يرفع عليهم قضايا وياخذ فلوس ويسافر فيها. وهذا ترى هذه تجاره صارت، يعني يقول انا عارف موضوع يستفز الناس. قد يكون الشخص مثلا يعني يستفز بموضوع معين، موضوع امر معين، قد يكون الشخص مراهق غير مدرك لاستخدام الموبايل، ويقول لي انا ببالي موضوع قبل الصيف اثيره واخذ ردود 300 رد، اخلي المحامي مال يرفع على يعني اين تعويض من 150 ل 200 شخص، خلي 100 ما بيهم الاخرين واطلع لي مبلغ يعني محترم، مبلغ هذا اسافر فيه واستانس فيه. فشوف الامر شلون بدا الناس يستغلون الامر هذا استغلال سلبي. واحنا الامر ارجع اقول لو يعني لو تم الشخص هذا يلقي رسائله، الشخص المشهور او الشخص اللي عنده هوس الشهر هذه، وما في ريسبوند، ما في اي رد، ايش بيصير؟ بيصير انطفاء الهوس هذا او الاتهام، بصير فيها انطفاء، تنطفي خلاص. احنا المشكله عندنا احنا المتلقي. اذا هني احنا نوجه الرساله هذه للمتلقي. بالضبط. انه يبتدي ينتقي الناس اللي يتابعها ويشوفها وينتبه حق الاشياء اللي قاعد تقولها. وهذا الاهم، يعني في حلقه اليوم احنا قاعد نتكلم، احنا ما احنا طبعا اكيد قاعد نفصل ونشخص اللي عنده هوس شهره وشو اسبابه وما هي الامور اللي ممكن تاثر فيها. نعم، ممكن راح يدي فيه الى امور شخصيه وامور مجتمعيه، راح نتكلم بعد شويه كيف تاثر شخصيا وكيف تاثر المجتمع. بس احنا الهم الاكبر بالنسبه لنا هو المتلقي. المتلقي لازم يكون واعي ومدرك هو شيء اختار. واعي ومدرك هو شيء تابع. واعي ومدرك شو دخل بيته وشو دخل مخه. صحيح. يعني عشان يعرف هو كيفيه توظيف الامور واستغلالها بشكل ايجابي لحياته. صحيح. مشاهدينا نطلع هذا الفاصل ونرجع نكمل حديثنا. رجعنا مشاهدينا ونكمل حديثنا عن هوس الشهرة. دكتور حمد قبل شوي قال أن المتابع لازم يبتدي ينتقي منه اللي يتابعهم. أنا اليوم أبي أقول أن اللي عنده هوس الشهرة في عنده أهل، والأهل قاعدين يتأثرون، فنبي نتكلم شوي على جانب الأهل. هو شوف، يعني ان يعني انا ضد ان الاهل يتحملون اخطاء الابناء اللي موجوده، اخطاء الابناء اللي يعملونها، لان الابناء يعني بالنهايه احنا انت لا تهتم من احببت. فيعني هو اختار هذا الطريق، هو اختار هذا العالم، فأي شيء يشمله في هذا الجانب يخصه هو. فليش احنا نعيش تعلق؟ هذه من العلاقات السامه، ان انا اتعلق او ان مشاعري مرتبطه في شنو يصير حقه. هذا قراره، كل واحد يتحمل نتيجه قراره. انا كأم او انا كأب او انا كأخت او انا يعني يمكن انا يعني عشت هذا الشيء. يعني انا اخوي ايضا من المشاهير ولعب منتخب الوطني، فنشوف فاز المنتخب رفعوا لنا السماء، ما 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 فاز المنتخب. فالفكره ان بس هذا يخص الشخص نفسه. احنا وظيفة الأهل الدعم لهذا المشهور إذا كانت شهرته بشكل إيجابي. أيضا الدعم لا إذا كانت شهرته بشكل سلبي، أنا أساعده وعيه. أوكي، أنت انشهرت بهذا الشيء، عدل صورة الناس عنك. يعني لا توقف عند أخطائك وتقول خلاص أنا أخطأت وأن أنا الناس عرفوني أن أنا أضحك وأن أنا مثلا ظهرت بصورة سلبية. عدل هذه الصورة، أنت بشر بالنهاية. روح اعترف أن أنا والله يا جماعة ما يخالف أنا كنت فاهم الشهرة بشكل خطأ، اليوم أنا أبي أتغير وأبي أطلع بشكل إيجابي وأبي أستخدمها بشكل زين. لا تحط نفسك في قالب خطأ وتمشي في هذا الخطأ، تستمر لا تستمر في الخطأ. عدل هذا الخطأ، ومو عيب، مو عيب ان احنا نعدل الخطأ، ومو عيب ان احنا نسمح للناس ان يتغيرون. يعني مثلا هي واحد يبي يغير مساره او يبي يغير نشاطه، انت كنت تسوي كذي، ليش اسمح حق الناس تغير؟ صحيح، اسمح حق الناس تعطي جانب زين منها، لان احنا بشر نصيب ونخطئ. ممكن اليوم احنا نكون يعني جيدين، ممكن بكره نكون ما احنا جيدين كفايه. فيعني لا يعني نطلع من اطار البشريه عندنا.
دكتور حمد، مثل ما تفضلت الدكتورة أن في أهل يدعمون وفي أهل ما يدعمون. في ناس تتقبل الشهرة، يعني الأهل المشهور نفسه يتقبلون شهرته ويستمتعون في هذه الشهرة ويستفيدون يمكن حتى أكثر من صاحب الشهرة نفسه، وفي أهل حتى لو كانت الشهرة يعني هي زينة وعندها هوس هو يعني أموره طيبة، لكن هم يقفون ضده وما يدعمونه ويكسرون من ميادين. وطبعا حسب المحتوى اللي قدمه الشخص. أكيد طبعا يعني إحنا قاعد نتكلم عن الناس المحيطين حواليه، مثلا إذا كانت مثلا زوجة لشخص مشهور، أو لما يكون زوج شخص لإنسانة مشهورة، قد يكون الأمر سلبي فيما يتعلق في خروجهم. مثلا لو راح مثلا مجمع، أو لو راح مثلا والله مطعم، راح يشوفوا الناس صورون معاه، فهذا الأمر قد ينتهك من خصوصيته. يقول والله أنا حقي مثلا أنا أطلع واستمتع مثلا بطلع مع أسرتي أو مع عائلتي، والأمر هذا قد يعني يؤذيني مثلا من المتابعين أو الجمهور أو اللي المحبين يرغبون بمثلا والله تصوير، أو يرغبون مثلا والله بإجراء مثلا محادثة ويكلمونه بشكل بسيط، فهذا الأمر قد بالنسبة لهم يؤثر على خصوصيتهم ويؤثر على حياتهم. دائما بالنسبة لي هو المحتوى هو الأساس اللي قدمه الشخص. لو كان يعني يقدم محتوى إيجابي أو يقدم رسائل إيجابية، بالعكس أشوف الأمر هذا تأثره كبير جدا. وماكو مجرح ممكن أو ماكو يعني ضير لو نتكلم مثلا عن مثل الرسالة اللي كان يقدمها الشيخ بشار العفاسي. الشيخ بشار العفاسي قدم رسالة إيجابية وبدأ الناس يتأثرون تأثر إيجابي، وبدأ الناس يعني يستكون أمر إيجابي. شفنا الشيخ مثل مشاري بدأ يكون مثلا هو إمام مسجد، صحيح. ولكن إحنا شفنا إمام مسجد بدأ يكون له جمهور، بدأ يكون الناس تتابعة وتروح له، يعني حتى عنده متابعين وعنده يعني ناس استخدمها بطريقة إيجابية. إيجابية جدا جدا. وكذلك كثير من الأمور يعني يقدمون محتوى إيجابي. دكاترة كثر يعني ما يمكن المجال ما يسمح ذكرهم، ولكن في دكاترة وأطباء يقدمون رسائل بشكل إيجابي يستفاد منهم بشكل كبير. أصبح الآن الموبايل وأصبح الآن وسائل التواصل هي وسيلة مهمة جدا لأخذ فوائد وأخذ عبر وأخذ استشارات تغذية، صح. نفس تغذية نفسية أسرية استشارية من خلال الأمر هذا. في يمكن الوسائل كثيرة والبرامج كثيرة ممكن أنا أخذ استشارات هذا بشكل إيجابي. اليوتيوب بدأ يقدم لنا كثير من الأمور الإيجابية. فأنا قاعد أتكلم إن إحنا لو إحنا بنستخدم الأداة هذا استخدام إيجابي اللي هو الموبايل أو الجهاز اللي عندنا إحنا عشان ناخذ نستغلها استغلال إيجابي، راح نتمكن في اختيار الأمر الأنسب. أما لو اخترنا اختيار سلبي وبدنا نتابع أشخاص عندها هوس شهرة بشكل سلبي، نرجع نقول إحنا قد يكون يعني الشخص عنده الهوس هذا بس هوس بشكل إيجابي، وأنا عندي هدف إني أنا أوصل رسالة إيجابية، وعندي هوس أنا أغير المجتمع تغير إيجابي بغير مصلحة لي أنا. في أشخاص شذي عنده دائما هوس إنه بيغير بشكل إيجابي، لو شاف مثلا مشاكل في الطرق، شاف مشاكل في الزحمة، يبدأ عند الأمر هذا في إنه هو يبث رسالة إيجابية. لو شاف أي أمر خاطئ في الشارع، شاف أي أمر خاطئ مثلا في مكان معين، شاف مخالفات، عنده الهوس هذا إنه أنا دائما أبي أوصل رسالة إيجابية بغير هدف مادي يشد على إيده. قد يكون الهوس هذا هوس إيجابي ويعود بالفائدة على المجتمع، بس لا يأثر عليك. لا يتعصر لك لو مثلا ما تابعك أحد أو ما شافك أحد يوم أو أسبوع، تتعب نفسك. فدائما يكون حريص أن أنت دائما توصل رسالة. الهدف عندك هي الرسالة، النهاية شنو والكنتربيوشن والتأثير اللي ممكن يكون يحدث منك هو الهدف الأسمى بالنسبة لك أنت كشخص مؤثر. كلمة تحبين توجهينها للمشاهد؟ طبعا الكلمة اللي أحب دائما أوجهها أن يعني في مقولة بالإنجليزية تقول stop making stupid people famous. يعني إحنا يعني أنت لما تيجي تتحلطم على محتوى وعلى مشهور وعلى ناس موجودين، أنت مسؤول، أنت مشاهدتك أنت رقم في نجاحه. فأنت تحدد إن من الشخص اللي يستاهل الدعم ومن الشخص اللي لابد إن أنا يعني ما أتابعه. إحنا ما أتكلم عن الهجوم، أنا أتكلم عن أخذ موقف. لو كل واحد فينا يأخذ موقف من المحتويات السلبية، المجتمع يتنظف بدون أي شيء، بدون قوانين، بدون لا نطالب، بدون لا نتحلطم بالتويتر. أنت لما أنا هي أقول والله أنا ما بي هذا الشخص يكون موجود، إذا أنا ألقي متابعتي وعيالي يلقون وأصحابي، بس خلاص. صح. فالفكرة أن أنت المسؤول عن ما يوجد بالسوشيال ميديا، وأنت مسؤول أيضا يعني ففي طبعا أنت ما تقدر توقفين كل الأشياء، أيضا أنا مسؤول عن شنو تشوف عيوني، لأن بالنهاية اللي تشوفه راح يعكس عليك، راح يعكس على ذوقك، راح يعكس على باقتك، راح يعكس على مستواك العلمي والثقافي. يعني هو بس رسالة بسيطة وسط الأخير قبل أن أختم الحلقة، إنه يعني في أشخاص يعتقدون إن الشهرة هي الكمال والشهرة هي الأهم. يعني هو في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث مهم جدا، يعني يقول رب أشعث أغبر. هو أشعث وأغبر، لو أقسم على الله
لا برا. تخيلي هذا شخص غير معروف صح. يعني شخص يعني غير موجود، ولكن يقول لو أقسم على الله رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لا برا. فالأمر يكون في حجم التأثير تقدمه أكثر من حجم يعني يمكن التفاهات أو الأمور اللي تقدمها أنت أو اللي غير مؤثرة أو غير مفيدة للمجتمع. كل الشكر لك دكتور حمد الطيار، كل الشكر لك دكتورة نادية الخالد. حبيبتي حياك الله. مشاهدينا نطلع هذا الفاصل ونكمل حديثنا.